صفوف ذلك الجيش الياباني الخاص، وفي عام 792 ظهرت ثقافة الساموراي. كانت السيوف لا تفارق أيدي المحاربين القدامى الذين عرفوا بالشجاعة والفروسية، فقد خلقت الأوضاع قديماً الحاجة إلى الساموراي لحماية الأسياد ورعاية مصالحهم. مرت الأعوام وقد شهدت اليابان حالة من الاستقرار، لم يقبل معها استمرار ذلك النوع من القتال العنيف، فعزل الساموراي رسمياً عام 1876. وضع المحاربون القدامى سيوفهم وشرعوا في إيجاد نوع جديد من الفنون القتالية، فكانت اليابان مهداً لولادة فن الجوجيتسو. في تلك الساحة المغلقة يقف الخصمان وقد دعوا إلى نزال مباشر، يبادر أحدهما بسلاحه على المحارب الآخر الذي لا يملك سوى قوة عقلية وجسدية، فينقض لاعب الجوجيتسو على خصمه فيطرحه أرضاً ويشد خناقه. ظل فن الجوجيتسو ينتشر في اليابان حتى اندثر مئات السنين قبل أن يعود في تسعينيات القرن الماضي ويجد طريقه إلى دول أخرى. ففي عام 1915 غادر الياباني ميتسويو مايدا إلى البرازيل وشرع في تدريب جوجيتسو حتى برز نجم أحد طلابه، ولم تمر عشر سنوات حتى افتتح أكاديمية لتعليم هذا الفن في مدينة ريو دي جانيرو، فكانت قلعة لانتشار جوجيتسو برازيلي صالح لحلبة الصراع، ونتج عنه صنوف أخرى كالجودو الياباني والسامبو الروسي. وما يزال جوجيتسو فناً قتالياً لا يبرح تدريبات الجيوش العسكرية ولا تخلو منه ساحات البطولات الدولية.